السعودية هذا العام راح نشهد ظهور لحركة دينية متشددة يتزعمها أحد الأمراء. الانفتاح اللي أكثر من اللازم سيغضب بعض الشخصيات، وبالتالي راح نشوف ظهور لفت فكر يردع هذا الانفتاح الكبير الواسع في السعودية، وبالتالي السعودية داخلة في إشكاليات على الصعيد الداخلي. راح نشهد هذا العام اختفاء أحد الأمراء، وراح نشهد أيضا وفاة أحد الأمراء بظروف غامضة، ونشهد هذا العام في السعودية دراما جديدة وعلى مستوى الوطن العربي، وقد تكون في شهر رمضان نشهد امرأة ممكن تأخذ جائزة سينمائية، وهي حالة جديدة بالنسبة للوسط السعودي في مهرجان عالمي. في تحولات نحو الإيجابية بشكل كثير، وفي نفس الوقت قضية خاشقجي ممكن تنعاد من جديد لكن لشخصية أخرى. يعني راح نشوف ولي العهد السعودي راح يورطوه بقضية لشخصية أخرى. هذه السنة أنا أتوقع هنالك وصية من الملك سلمان بها أمور مهمة جدا، وممكن نشهد أيضا جنازة وتنكيس الأعلام. السعودية وعكة صحية تصاحب الملك سلمان ووصية وبيان، غموض يلف اختفاء أمير، محاولة اغتيال رئيس هيئة الترفيه، عدوى التظاهرات تصل القطيف وانتفاضة جماهيرية، صدام مع الجيش التركي في منطقة البحر الأحمر، موسم الحج يشهد وفيات، امرأة تحصد جائزة سينمائية في مهرجان عالمي، عمل درامي مشترك مع مصر هدفه سياسي، لأول مرة الدراما السعودية في رمضان، اكتشاف مميز في قطاع الآثار، ظهور حركة متشددة يتزعمها أمير، مفتي المملكة خارج المنصب، سلمان العودة في خبر يهز مواقع التواصل الاجتماعي، استثمار لشركات إسرائيلية تظهر إلى العلن، افتتاح أول كنيسة يثير ضجة، الإعلام يكتم عن سبب وفاة أمير بظروف غامضة، اتحاد في القطاع المصرفي، حريق في وزارة الداخلية، مسؤول إسرائيلي في زيارة رسمية لمهمة خاصة، العفو عن منشقين ومعارضين داخل وخارج المملكة، فضيحة تلاحق تركي آل الشيخ، قضية جديدة على شاكلة قضية خاشقجي تواجه الأمير محمد بن سلمان، سيول تغلق أماكن في المملكة، إطلاق نار من داخل الحرم المكي، تحطم طائرة تضم شخصية مهمة، حادثة الخبر تعود إلى الأذهان، تقرير عن نجم الهلال نواف التمياط والمشهد حزين،